أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. باسمكم جميعا نرحب بالدكتور هاني البنا الباحث والمؤسس لمنظمة العلاقة الإسلامية بلندن، له أياد بيضاء كبيرة في العالم الإسلامي أجمع. نرحب به ليس ضيفا وإنما صاحبا لهذا المكان، ونحن ضيوفا عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما لديه من علم ومن تجربة شخصية. أهلا وسهلا بك دكتور. جزاكم الله خير. تفضل. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سعيد جدا إن أنا جيت رازع انتاب عشان اتواصل معكم، وانا بقى لي حوالي كم يوم هنا؟ ما اعرفش. اي ولا اي كلام؟ لا، كم يوم؟ ثلاثة. مش عارف، اربع ايام ولا خمس ايام، مش كده برضه؟ طلبت ان انا اجي عشان اتكلم مع الشباب واتعلم منهم، فاهم؟ انت هتعلمني. وانت هتعلمني اقول لكم الشباب دول هم اللي هيعلموا، فخليك واعي وصاحي. انا مش جاي عشان ادي محاضره، انا جاي عشان ايه؟ جاي عشان ايه؟ اتعلم معايا؟ جاي عشان اتعلم. طبعا في حاجات كتير هم كتبوا المحاضره، دول الشباب في بناء المجتمعات، ودول الشباب على حسب ما انت عملت الاعلان. لكن انا هعمل حاجه هنا، هو وهقولكم دوركم في بناء ايه؟ بناء المجتمع. خلاص. يعني ايه مجتمع؟ في الجمله دي في ثلاث حاجات: دور وبناء ومجتمع. دور وبناء ومجتمع. مش الشباب. حد يقدر يعرف الشباب هم مين؟ من هم الشباب؟ هل الشباب فئة عمرية؟ أم الشباب فئة إيمانية؟ أم الشباب فئة مجتمعية؟ أم الشباب فئة عرفية؟ أم الشباب فئة مهنية؟ مين هم الشباب؟ يعني إيه شباب؟ ما أنا مش جاي عشان حاضر، أنا جاي عشان أنا وأنتوا نعرف ونحاول نطلع شيء إحنا مقتنعين بيه، مش شيء المحاضر مقتنع بيه وقاعد بيدوه على الناس والناس تبقى نصها نايم ونصها هينام كده؟ يعني ايه شباب؟ مين يقدر يقص الشريط الاولاني؟ تعال اقف جنبي هنا. انت يلا. تمام، قص الشريط. يعني ايه شباب؟ الشباب هي فئه عمريه، هي فئه مجتمعيه عمريه ممكن تتراوح بين 14 و 26 27، لانه بعتبر 27 هو خط، يعني واحد خط التواصل، خط النضوج. يعني انا ميت دلوقتي. انا ميت، انا عديت 17 وعديت 15 وعديت 16، انا 27 هتموت بعد شويه. شباب وعليه السلام. ده تعريف من تعريفات. مين تاني؟ انا اول فرق. تعال انت يا ابني، ايه الشباب معناه ايه؟ تعال اتكلم، انا عايزك تتكلم. انت ايش معنى؟ انا فرحان بيك. ايش معنى الشباب؟ ده بترجم طبعا، انا بتكلم انجليزي وهو بيتكلم عربي. ايش معنى الشباب؟ ها اتكلم. واجه المجتمع. ايش معنى الشباب؟ اي شيء قوله صح. عندهم كم سنة؟ بيعملوا ايه؟ بيلعبوا ايه؟ بياكلوا ايه؟ اللي 16 عمرهم بيكون 16، وال 20 لل 18 25. كويس، من 18 ل 20 25. كويس؟ يعني انا ايه؟
شباب هو الشباب تعريفه يعني الفتية لما ما بعد ال 18 او ال 17 الى ما شاء الله، يعني انا من الفتية وانت من الفتية، والشباب مش فقط فئة عمرية، الشباب فئة إيمانية تستطيع أن حتى ولو كان عمرك 90 سنة وسبعين سنة وثمانين سنة. في مثل جميل جدا أمامنا، مثل عمر المختار في ليبيا رحمة الله عليه، ومثل سيدنا أبو أيوب الأنصاري في إسطنبول رضي الله عنه. ما الذي حرك هذين الكبيرين في السن إلا شباب الإيمان في قلبهم، إلا شباب الإيمان أو أكبر أكبرهم سنا. يبقى الإيمان هو الذي يعطي روح الشباب. يبقى الشباب قد تكون فئة عمرية لمن لا يفهم قيمة الإيمان في قلب الإنسان، أما من فهم قيمة الإيمان في قلب الإنسان فالشباب هو روح الإيمان المتغيرة المغيرة المجددة والمتجددة، والتي تستطيع أن تجدد وتبني المجتمعات. هي روح لا تنام، زي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما حب يدعو بلال رضي الله عنه كان بيروح له بالمساف في الآخر، يعني في 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 بعد الناس بتنام مش قادر ينام، لأن إيمانه بيجعله لا ينام، فيذهب إلى أبو بكر سيدنا بلال رضي الله عنه يدعوه، وهو سيد قريش، وأبو بكر كان إيه؟ ما زال عبدا من عبيد قريش. ها؟ يبقى اتفقنا الشباب قد تكون فئة عمرية لمن يعني لا يدرك بعد الإيمان وقوة الإيمان وفعالية الإيمان في تجديد طاقة القلب التي يعني إيه؟ يعني أنا شاب، يعني إيه شاب؟ قادر على الزواج، قادر على الإنجاب، صح؟ سيدنا مين اللي أنجب وهو عمره كم سنة؟ سيدنا إبراهيم. كنت اسمك إيه؟ أسامة. كنت أنت من الصحابة؟ أنا زيد. زيد. مش أنت كاتبنا الرسول صلى الله عليه وسلم ده؟ التبني بس. خلاص ما أنا فاهم. وسيدنا مين تاني؟ أبو سيدنا زكريا، أبو سيدنا سيدنا زكريا. أبو يحيى رضي الله عنه. فاحنا ننظر للشباب عشان بس نحل اول مشكله في الاربع كلمات هنا. الشباب اي حد فينا تتجدد ايمانه بطاقه تجعله يعمل اعمال معجزه اعجازيه لا يستطيع ان يعملها الشباب. اتفقنا يا رجاله؟ اديني كده لايك، يلا اعمل لي هاشتاج. دي نمره واحد. نمره اثنين، يعني ايه دور؟ يعني ايه دور ان يكون لك دورا في المجتمع او في الحياه؟ فمين يقدر يجي؟ ما انت لازم، مش هي مش محاضره، اوعى تفتكر انها محاضره. انا عايز انت تعالى جنبي هنا يا حبيبي، كنت قصير عندي كده طويل شويه. اتفضل دور، يعني اتفضل يلا كلم الناس كده. انا حاسس حضرتك، لا حضرتك ما انت من مصر. طيب كلمهم بقى، تمام. انت مصري بقى، مفيش واسطه عندنا. بيدور ان هو يكون واحد ليه مهمه معينه ان هو المفروض يأديها في حياته، يعني ما يكونش مجرد ان هو بدون اي دور. يعني كويس، ده كويس، جزاكم الله خير. هو بالبسيط كده ان انا دوري ان انا عندي مهمه في الحياه اديها. المهمه دي قد تكون في التعليم، قد تكون في الزراعه، قد تكون في الاجتماع، قد تكون في السياسه، قد تكون في الاقتصاد، قد تكون في الفن، قد تكون في الادب، قد تكون في الشعر، قد تكون في الدراما، كلها قد تكون في الـ في الـ في التجاره الى اخره الى اخره. يبقى انت عاد معاك عشان يكون لك دور في الشيء اللي انت متخصص فيه. في الشيء اللي انت متخصص فيه، ومفيش حد فينا يستطيع، يعني انا لا ارضى على نفسي، يعني لا نرضى على انفسنا ان نعيش في الحياه بدون دور. والدور ايضا لابد ان يكون لي اثر ملموس في المجتمع اثناء حياتنا وبعد مماتنا. يعني بس مش بعمل اي حاجه لكن ملهاش اي اثر. فين اثر العمل اللي انت بتعمله؟
حتى ولو كان عمل اللي احنا بنعمله ده اللي هو لم القمامه من الشوارع. شوف ده دور مش سهل. حتى لو كان عمل ده ان انا ايه بقى بواب عشان احرس الحارس يعني احرس العماره. ده دور ليه اثر. ها فذلك الدور زي ما اتكلم اخونا ان هو مهمه في الحياه زائد اثر لينا واحنا احياء ثم اثر لينا بعد ان نترك هذه الدنيا. واضح يا شباب؟ يبقى احنا شباب لينا دور. يعني ايه كلمة بناء؟ دي الكلمة الثالثة. كلمة بناء يعني ايه؟ شباب بناء يعرفوا نسبب لهم ان اللي احنا هنبني عليه مستقبل العالم كله. ها حد يطلع؟ يقول ها يعني ايه كلمة بناء؟ اتفضل. ده مع المصريين حاجة فين السوريين؟ لا ما فيش حاجة من هنا. بتقف هنا اشمعنى اللي واقف هنا تحت تحت النقطة دي؟ الدوري يكون تعالى يعني كلمهم ما تكلمنيش انا. انت بتوجه كلامك للموجودين. بناء قصدي انه ممكن يكون تكوين او ان هو تكوين مثلا مثلا كخطوة ورا خطوة مثلا او بناء بلاطة بلاطة مثلا او حاجة زي كده يعني. هي عملية مركبة. انا مش عارف احرك كلامي انا عمري ما قلته قبل كده بس هقوله عشان تقف جنبي وانت اصلا مني وانا حاطه عايز اطول عليك. هي عملية مركبة ومعقدة متسلسلة لكي نبني شيء او نصنع شيء متكامل. يعني مثلا الاسرة الزواج اسمه بناء اللي بتبني بيه مجتمع اول مجتمع في الوطن ده مجتمع الاسرة اللي هي الزوج والزوجة والاطفال. فكلمة الاسرة ربنا بتعزى عليها البناء المجتمعي الاول في داخل اي مجتمع. بناء الطرق والكباري، بناء المجتمعات. هو الشيء المركب متشابك اللي مستطيع ان نعيش من خلاله. سواء كان في المدارس بناء العلم. بناء الموسوعه العلميه الفكريه. في كل الاشياء دي كلها كلمه بناء هي كلمه ايجابيه. ضدها كلمه اسمها ايه؟ الهد. نقعد نبني في مجتمع قرون وقت بعض الناس يهدوه في ايام وفي ليالي. لكن علينا ان نكون بناة مجتمعات. يبقى يكون لنا دور يكون روح الايمان بتاعتنا قويه شابه دائما وكون دائما ما نبني ما يهدمه او يدمره الاخرين او ما يفسده الاخرين. الاصلاح بناء، التعليم بناء، كل شيء في التجاره بناء. بنبني اقتصاد. كيف نبني اقتصاد الوطن؟ نبني اقتصاد الوطن من كل مواطن داخل الوطن يكون له دور في ان ينتج شيء. العمليه مش هروح اشتري فلوس من دول او من كذا، لا، العمليه ان انا هانتج ايه عشان ابني اقتصاد وطني. ويبنى بناء الاقتصاد ياتي من الاسواق الشعبيه اللي انتم بتسموها بازارات. ياتي من الاخوات اللي في البيوت بيعملوا اشياء ويبيعوها، ما عندهمش راس مال. ها الاسره ما عندهاش راس مال، خاصه لما يكون في لاجئين ونازحين وعايزين نخليهم يحولوا البطاله اللي عندهم دي الى شيء ليه قيمه وتخرج الاسره، تخرج الاخت وزوجها واولادها يعملوا شيء يبتدوا يبيعوه في السوق عشان تدور حركه راس المال بتاعه الاسره. يعني بدون 5000 ريال اسمها ايه؟ ليرة، 10000 ليرة، مش أكتر من كده. ال 10000 ليرة هتجيب لك طاولة تقعد بيها في بازار أو هتجيب لك كشك، لا، يا دوبك باليوم بتخرج أنت بتبيع الحاجة اللي أنت أنتجتها. ولأن ده اللي أنتوا نجحتوا فيه فين؟ في أي دولة؟ لا، غير تركيا، مصر. تقدمتوا عن المصريين لأنكم رفضتم أنك تعيشوا عالة عن المجتمع، صح؟ رفضتم رفض تام. حتى لما كانت السلعه بخمسه مثلا جنيه وحد يلاقي الولد شكله جميل كده وبتاع ده ونضيف وبتاع ده، انت بخد 6 جنيه. لا يا عمو، هي 5 جنيه وخلاص. ان البناء هنا فيه كرامه، بناء كرامه الانسان. تربى الولد الطفل ده على ان ايه؟ تبنى كرامته من الام والاب. انا مش جاي عشان استفيد منك. بناء الوعي. بناء الادب والثقافه والاخلاق والقيم. كل دي عمليات بنائيه ايجابيه داخل المجتمع. شكرا.
انت هتبني فين بقى؟ في بيتكم؟ طيب ودي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة هي مجتمع. يعني ايه مجتمع؟ انتوا عارفين الكلام كله. طب ما تقوم ان هو ده مفيش حد تاني. ان انتوا مش جايين هنا عشان تحطوا. تعالى يا ابني انت ما تكلمنيش. لا انا مريض. ايه؟ تقول ايه؟ مريض. فضل بتاعها. طيب خلاص تعالى اللي جنبه. انت مريض انت كمان؟ لا ده حسين البطل؟ البطل ده. يلا انفخ انفخ انفخ. يعني ايه مجتمع؟ هو المجتمع اللي مجتمعنا احنا عايشين فيه. يعني ايه تعرف مجتمع؟ هو مجتمع يعني معرفة. ما انا عارف ان هو مجتمع. شو مكون؟ مجموعة من المجتمع. انت تتكلم مالكش دعوة بيهم انت عارف بس انت قول. مجموعة من البشر. ها؟ هو مجموعة من البشر ومجموعة من البشر. المجتمع اللي عايشين فيه. بس يعني هو ما بده تعني الناس طيب حتى نقدر نعرف المجتمع يعني ايه؟ مجتمع. يلا يا شباب تعال انت. ايوه انت اللي ورا شفتك انت حاطط ايدك على راسك. لا انت 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 وخير انت تعال اقف جنبك بس يلا. وانت بسم الله ما شاء الله الدنيا حر بردك فعشان كده انت قالع هدومك. شفت الدنيا حر بردك ازاي؟ يعني ايه مجتمع؟ تعال هنا اقف جنبي هنا. ايوه كده. ايوه انت اقف تعال كده عشان التلفزيون بيصورك. يعني ايه تعريف مجتمع؟ مجتمع يعني كون من افراد وعدد كبير من الافراد. ايوه كويس افراد. ايه تاني؟ ها؟ مؤسسات. ايه تاني؟ انت محتاج كفرد محتاج ايه في المجتمع عشان تعيش معاه؟ دكتور. حيوانات طيور لا حشرات. مش محتاج حفظ حشرات؟ المجتمع هي مجموعة من المكونات والكائنات بتعيش مع بعض بيقودها قد يقودها إنسان قد يكون في مجتمع لقطعان البقر وقطعان الجاموس وقطعان الخرفاء كل الطيور إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فده المجتمع. يبقى إحنا دلوقتي هنشوف دور الشباب في بناء إيه؟ مجتمع. ومجتمع فيه مكونات كثيرة جدا. تعال تعال انت اسمك ايه؟ تعال من هالي بس عشان تبلا يطلع فيه. اطلع 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 بعدين بصيروا عيلي. ايوه بعدين بصيروا حارة. ايوه مظبوط مظبوط كمل. بعدين بصيروا حارة بعدين بصيروا ايه؟ مش حي باقي اللي هو الاراضي والكذا وكذا وكذا الى اخره. شكرا. يبقى احنا اليوم هنتكلم عن ايه؟ دورنا احنا في بناء المجتمع. هو دور ايجابي الوطن وقيمة المجتمع ودور بالنسبة لنا احنا مهمة. ها واحنا كلنا شباب. واضح يا شباب؟ ها اتفقنا؟ نمشي؟ فين البتاع اللي بنمسحه بيها دي؟ خلاص. في حاجة في ايدي انا راح بناء مجتمعات الشباب. نقطة البداية لازم أبدأ. اتفضل عشان ما اتكلمش بعدين حضرتك تيجي بعد كده. اسمك ايه؟ اسمي عمر. بسم الله ما شاء الله. وانت برضك قصير. كتير كتير يعني انا عشان التلفزيون بس. خد يا عمر. نقطة البداية لبناء مجتمع تكون البداية من نفسي ثم أهلي ثم أقاربي. النقطة دي هتخلينا نستطيع ان نضع رؤية اذا نكتب مجتمع نبني مجتمع ولو كان المجتمع ده ايه صغير. اتفضل. هو قال كنت اول بس. ثاني ولا حاجة ثانية؟ بعد ما انا اتعرفت على دول هعمل ايه بقى؟ اتعرف على ناس مثلا جدد احاول انه مثلا يعني انه يمشيهم يعني هيك.
طيب أقاربي وبعدين هنا الجيران والحاجات دي كلها. يلا يعني خلاص على بعض. طيب بذكر ايه تاني؟ كيف ابني مجتمع؟ دي اول لسه احنا بنعيش على ظهر هذه القطعه ولو بعد 2000 و3000 سنه. ان ربنا يعلم ان هذه الرقعه دي بس. هذه الرقعه سنه زيرو فيها 50 واحد. لكن سنه 2000 فيها 50 مليون. وسنة 3000 فيها 200 مليون. مين يعرف الحاجات دي؟ اللي خلقنا. فحذاري اننا نقول ان احنا فقراء او ارضنا ما فيهاش خير. لكن سنة زيرو ما كانش عندنا امكانية نكتشف اي شيء. مش ما عندناش العلم. سنة 2000 اكتشفنا. طالما ما فيش فساد يبقى اللي داخل الارض دي اللي بيطلع من الارض دي هيكفي لينا احنا كلنا. سنة 3000 كلما ارتقينا بالمعرفة العلمية كلما اكتشفنا مقدرات مجتمعنا. في بلد اسمها الصومال صح؟ فيها مقدرات غير عادية. مش بس المحيط، لا، غير عادية. من غاز وبترول. مين اللي اكتشفها؟ ناس ما هماش من اهل الصومال. لكن ربنا لما خلق الصومال وغير الصومال عارف ان في سنه 3000 هيعيش 200 300 500 مليون. فهو من سنه زيرو حاط لهم مقدرات ل 500 مليون دول. لكن احنا لاننا جهلاء بالمعرفه المجتمعيه، جهلاء بالعلم، جهلاء بمقدراتنا، ومتعاركين مع بعضنا، وعندنا شيء من الفساد، فنسينا ان الارض اجمل واغلى من قطعه في الارض هي بلدنا وهي ارضنا وهو مناخنا اللي هو المخلوقات اللي ربنا يسرها علشان تعيش عندنا. كل دي موارد. فحذار ان حد يجي يقنعك ويقول لك انك بلدك فقيره. يا عم خلاص بقى فقير، بس خد القرشين دول وارصد. ربنا ما خلقش ادم اللي هو خليفه اللي هو في الارض علشان يفقره او عشان يعذبه. ويعلم الله سبحانه وتعالى في علمه اللدني ان بعد 1000 و2000 و3000 سنه هيعيش على المنطقه دي ملايين ملايين البشر. بس لابد بالعلم ولابد بمحاربه الفساد والمفسدين والافساد اننا نحافظ على هذه المقدرات ونكتشف هذه المقدرات ونوزع خير هذه المقدرات على ابناء الشعب، فنشركهم كلهم في الخير بتاع الوطن بتاعنا. واضح؟ يبقى احنا دي كلها معرفات. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم، او اول ايه في القران الكريم كان اولها ايه؟ كلمه. هنقرا معناها ان عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ عشان مش متعلم، لا، اقرا هو فهم معرفي لموسوعه التعلم ورفع الوعي في كافه مناحي الحياه. الايه الثانيه بتتكلم عن الوعي، هي قالت ولا يحض على طعام المسكين. اقرا اللي هي اول كلمه ولا يحض. لا يحض دي اللي ايه؟ اللي هي رفع وعي بحاجه المسكين اللي هي اصبحت في كفه اليمين. الذي يكذب بالدين هو مين؟ الذي لا يحض على طعام المسكين. يعني هنا التهذيب بالدين وهنا رفع الوعي بحاجه المسكين. ورفع الوعي بعدم تعامل مع اليتيم تعامل سيء. يبقى في ايه نتكلم في اقرا اللي هو التعلم المعرفي الموسوعي لعلوم الحياه كافه، إذا كانت علوم شرعية أو علوم غير شرعية. ويحطوا اللي هي الوعي. والوعي هنا أقوى من الذكاء وأقوى من الصدقة وأقوى من الشهادة اللي احنا خدناها من جامعة، أي جامعة من جامعات العالم. ممكن أكون أنا دكتور وأستاذ ومتخصص، لكن في الوعي الحمار أوعى مني بدوره في الحياة.
الجاموسه والبقره اوعى مني ودورها في الحياه، لانها عارفه ان دورها في الحياه انها تخدم الانسان. ربنا كلفها تديني اللبن، تديني اللحم، تديني الجلد، تديني العظم، تديني كل شيء، عارفه قايمه بدورها. انا اكمل وجه، لكن انا ابو الدكتوراه وانا ابو العلوم دي، كبرت وكذا وكذا، لكن مش لا اعي ما يريده المجتمع مني. بل هم انعام بل هم اضل. انا مش عارف دوره في الحياه ومش عارفه دورها في الحياه. يبقى احنا بنتكلم ان هو اتكلمنا شوف ده كل ده بناء معرفي. الفرق ما بين الامه التي تعلم وتعرف وتعي والامه التي لا تعلم ولا تعرف ولا تعي هو التقدم والتاخر. هو الفساد واللي هو بنسميه دلوقتي ايه؟ الشورى والديمقراطيه الى اخره. والبناء والهدم. هو الوحده والصراعات. هو الانتماء وعدم الانتماء. انا مش عارف عندي ايه؟ وانت تحت رجليك في ذهب. تحت رجليك في ضده فضه. في يورانيوم، في كذا، في كذا، في كذا، في كذا. طبعا دي بعض الاشياء اللي احنا بنتكلم عليها علشان تكون بالنسبة لنا أول شيء نعرفه في بناء المجتمع. في حاجة تانية يا شباب نحطها؟ تفضل. معرفة الأهداف اللي أنا أريد إن أنا أذهب. الأهداف، اكتب الأهداف. ليه؟ أنا ببني مجتمع ليه؟ هل أنا ببني مجتمع عشان أريح الناس؟ عشان أخدم الناس؟ عشان أساعد الناس؟ ها؟ عشان أحافظ على قيمي وعقيدتي؟ عشان احافظ على ثقافتي وتاريخي، ولا ببني مجتمع عشان ابقى انا الرئيس، ابن الرئيس، ابن الرئيسه ومنتهى الرؤساء؟ الرؤساء ولا ايه؟ مش الرؤساء في اللغه العربيه؟ رؤساء. مفيش رؤساء. لا ديت ربما لاحقا. هاتيك لاحقا ان شاء الله. في الجيل القادم يعني، سنه 3000 ها؟ ان شاء الله. هنتكلم كده كلام ما حصلش قبل كده. فانا ايه نيتي؟ فبناء المجتمع في نيه. معايا؟ بناء المجتمع في ايه؟ في نية. انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. واضح يا شباب؟ يبقى احنا بناء المجتمع سهل وصعب. سهل لان خطواته معروفة، وصعب لاننا بتنحني فيه من اجل خدمة اي مكون مجتمعي داخل المجتمع. مكون مجتمعي يعني طيور زي المياه، زي الجبال، زي المناخ، زي البشر، زي الحيوانات، زي الطيور. دول جايبين بيخدمونا. كل هذه المخلوقات بتخدم مين؟ فانت لابد انك تخدمها عشان تبقي على حسن خدمتها لك. واضح؟ الكلام واضح ولا مش واضح؟ قوله. انا والله ما انا حافظه، بس انا بتكلم معاك انت يعني. بصيت لي بصه كده فطلعت اللي عندي، طلع عندي زي لو عارف. معانا؟ انت قول لي كلمتين كده وانت قاعد. معايا بس؟ طب وانا معاك. خلاص. في حاجه ثانيه بالنسبه لايه؟ ان نضع خريطه كيف نبني المجتمع. اهم شيء في بناء المجتمع اللي هو المعرفه. كله هيتلخص ايه؟ في المعرفه. بتتحول الى وعي، والوعي بيتحول لاهداف. ادوك حط دي كلها هنا، دي كلها البناء المعرفي اللي هو ده كله وغيره. ده وغيره تزيد عليه زي ما انت عايز. وبعدين تنتقل من المعرفه للوعي. في ناس اوعى، في ناس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، لكنهم اوعى ممن تخرج من الجامعات واخذ الدكتوراه زي ما احنا قلنا. لانهم انفتحوا على المعرفه بقلب سليم. لم يتعلموا من اجل التكسب فقط، لكن انفتحوا على المعرفه فربنا فتح عليهم. فتلاقي قاعد معاك بيتكلم في اشياء الدكتور الكبير ده اللي جاي من الجامعه مش فاهمها. يقول له اسكت انت ما تفهمش. لو تفرض ده المجالس لانه مش خارج من الجامعه، مش عندوش دكتوراه، ما عندوش كذا، ما عندوش كذا، لكنه عنده معرفه مجتمعيه اكتر مني ومنكم. واضح يا شباب؟ طب ده دي نمره واحد واثنين وثلاثه. انتوا خلاص عملتوا ايه؟ شفتوها؟ نمسحها؟ طيب امسح دي بقى عشان نكمل. ايه تاني غير بناء المعرفي والوعي والاهداف؟ بناء الكيفيه. صح؟ ازاي انا هكون عندي القدره على بناء المجتمع؟
انا لما اجيب واحد يبني عمارة هجيب واحد دكتور امراض نساء ولا ده ولا طبيب خالص هجيب مين؟ مهندس. يبقى الكيفية مهمة، والكيفية بتأتي بعد ايه؟ المعرفة. يبقى الكيفية حبل المجتمع ازاي؟ في اشياء سياسية، في اشياء اقتصادية، في اشياء اجتماعية، في اشياء علمية، في كذا في كذا في كذا في كذا في كذا. انا بعمل دلوقتي ايه؟ ببني البيت اللي بسميه المجتمع. ادي المجتمع اهو. ادي البيت اهو اللي احنا هنسميه مجتمع. في كل المكونات اللي تطلع على البيت ده. مين اللي هيعملها؟ ناس تكون فاهمة بناء المجتمع عايز ايه مننا؟ اقتصاد، سياسة، اجتماع، تاريخ، صناعة، مؤسسات حكومة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. زي ما أنت بتجيب الراجل هنا المهندس بيقول لك أنا عايز الأساس اللي هو في الحديد وفي الرمل وفي الزلط وفي الأسمنت وفي بعد كده هو العواميد وفي بعد كده الحيطان الحوائط اللي بنتكلم عنها وفي بعد كده الغرف وفي كل غرف محتاجه كذا وكذا وكذا. فده بناء. لما نبني بيوتنا بنبني المجتمع. الكيفيه كيفيه تكوينيه تكوينيه كذلك. بناء كل المكونات دي دور كل مخلوق معانا في المجتمع. علشان كده ما تجيش تجور على دور حيوان من الحيوانات او طير من الطيور اللي بيؤدي دور انت مش عارفه. دي الكيفية والوعي والأهداف والبيان. في حاجة ثانية يا شباب؟ في حاجة ثانية؟ متغيرات ممكن؟ متغيرات اكتب. متغيرات. يعني ايه متغيرات؟ وهل المتغيرات دي ثوابت؟ ولا مش ثوابت؟ ها؟ منها ثوابت. المتغيرات ما هي الثوابت. طيب حتى انا عندي راي ثاني. الثابت هو المتغير. الثابت هو المتغير. هو اسمه متغير. ايوه اتفضل رد عليه بقى. تعالى انت اقف هنا عشان نحصل فيه بينكم نقاش. حسين حبيبي. حسين خلي بالك من عمه يا حسين. هو بيقول لك الثابت هو المتغير وانت بتقول ايه؟ هو المتغير يعني بيتغير يعني. طب انت ليه بتقول الثابت هو المتغير؟ يعني الاصل في هذا الكون ان كل شيء فيه متغير. الا الثابت الوحيد وهو الاوحد والله عز وجل. ما سوى ذلك فهو متغير. بيقول لك الاصل ان كل شيء بيتغير. تعال انت اقف جنبي هنا. اقف هنا فوق هنا. انت لما اتولدت كان شكلك ايه؟ فاكر؟ لا مش فاكر. ها؟ مش فاكر. أول ما ولدت؟ ها؟ لا مش فاكر. طب بعد ما تولدت فاكر شكلك؟ نعم. شكلك إيه؟ أنا صغير. تعالوا أنتوا الاثنين، واحد فيكم أو أنتوا الاثنين، تعالوا. حمزة. يا حمزة. تعال حمزة يلا أنتوا الاثنين يلا تعال. طيب. أدي سن عمري. لا 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 أنا أتحدث معك يا أستاذ حمزة. أدي سن. من الاعمار ولا سن اخر؟ بعد 10 سنين هيبقى شكلهم ايه؟ يعني طول او اطول. شفت بقى؟ يبقى هم متغير. ها؟ يبقى هو الكلام اللي بيقوله ايه صح ولا غلط؟ هو مش ثابت هو متغير. ما هو قال ايه؟ قولها تاني انت كده. الثابت هو المتغير. يعني الثابت في الحياه هو عمليه التغيير. خد بالك؟ فحمزه عندك كام سنه؟ 11 12 12 ها؟ لا تسمع مش عارف سنة. انا عارف. وانت عندك كم سنة؟ 13. وانت عندك كم سنة؟ 15. فشوف هم من مكان لسه اطفال صغيرين نموهم اسمه تغير. ده ما اخونا بيتكلم في التعليم بتاعه. والثابت في الحياة متغير. في ربيع وفي صيف وفي خريف وكل فصل من الفصول دي ايه؟ مناخ. وكل فصل من الفصول دي ثمار. وفي طفولة شباب واحنا بنعدي في كل المراحل دي.
بلد يبقى الاصل في الحياه اللي هو متغير. وانا بتكلم عن متغيرات هنا، فلا بد احنا كابناء الوطن نعلم ان المتغيرات دي ثوابت، سواء كانت في الفكر او في العقيده او في الثقافه او في الاقتصاد او في الاجتماع او في زي ما احنا دلوقتي بعد الثوره بتاعت السوشيال ميديا اللي هو التواصل الاجتماعي اصبحت الثقافه مختلفه 180 درجه، صح؟ قبل كده لما طلع التلفزيون في اخر الخمسينات في المنطقه العربيه كان الناس بتعتمد على ايه؟ على المذياع اللي هو الراديو، كانوا بيتخيلوا من القصص والحواديت اللي كانت دي صوت الميه وصوت حصان بيجري والبطل عمل ايه وشهرزاد وشهريار وكذا. لكن بعد كده فكان الافق بتاع التخيل واسع جدا. لما جه التلفزيون الافق بدا ينكمش، لما جت التواصل الاجتماعي الافق انكمش وتشتت. شوف التغير ماشي ازاي؟ بالك؟ ما انت موافق معاه؟ طيب شكرا يا استاذ حمزه. أراك بعد 10 سنين وأنت متغير 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 تغير. أنت متغير وتغير. مظبوط؟ قول حاجة. بطل حمزة. يلا جزاكم الله خير. في أشياء تانية ممكن نحطها هنا؟ يبقى احنا اتكلمنا بناء الوعي المعرفي، بناء المعرفة، الوعي، الأهداف، الكيفية التكوينية، المتغيرات. في أي شيء تاني؟ تفضل. في نعم. تفضل. انا جاي مش هنتكلم، انا جاي عشان افهم منكم انتوا عايزين ايه. والله فينا احنا نضيف التحديات. كويس، ممتاز. المخاطر اللي ممكن تواجهنا. طيب كويس. نفرض ان في حال بناء، انا فرضت اني بدي ابني بعض المواد ما كانت موجوده، صارت عقبه او شيء معين. صحيح. التحديات ممكن نحطها نحن ونغير الحدود. انت قدامك التحديات. هاي التحديات نحطها عباره هي عن فرضيات ممكن تواجهنا، وكيف فيني اتغلب عليها. طيب التحديات دي انت عرفت في داخل دي حته اسمها الموارد، بناء على التقييم او الشيء اللي انا حطيته. ايوه معي انا شو شيء مثلا صعب كيف فيني اتغلب عليه، مع مين لازم امثل كذا لحتى. طيب يا شباب التحديات دي كيف نتخطى عقبه التحديات؟ حد يقول لنا؟ يعني هو التحدي ربما يكون داخلي او خارجي. ايوه اذا اتفقنا يعني ربما يكون التحدي خارج اطار المجتمع اللي انا ببني فيه او داخل المجتمع. التحدي يعني بناء على رفع الواقع اللي حضرتك تفضلت به، رفع الواقع اعرف ايه هي امكانياتي اللي عندي، ايه امكانيه ان انا استطيع ان انا هذا التحدي ممكن يكون فرصه بالنسبه لي. يعني مثلا على سبيل المثال اللي حضرتك دكتور هنا موضوع التجنيس، موضوع الواقع التركي، قلنا موضوع اللغه ربما تحدي. نعم. اللغه، اختلاف اللغات، اختلاف الثقافه. نعم. ايضا تحدي. هو تحدي يولد شيء ايجابي. فيولد شيء ايجابي ان انا ابحث كيفيه التعامل مع هذا التحدي يصير الى فرصه او ان انا انتقل به. يعني انت كيف تحول التحدي الى طاقه وليس الى طاقه سلبيه، طاقه ايجابيه وليس طاقه سلبيه. بعض الناس للاسف يعني بيعطيك انه شيء سلبي بيحاول قدر الامكان يحط طاقه. لا انت بتعرف معنويات النقطة دي لازم اقف ثاني بالك. ما هي الطاقة السلبية؟ ممكن نسميها ما هي الطاقة السلبية؟ اليأس. لا ما هي الطاقة السلبية؟ اليأس ده مخرج من الطاقة السلبية، ما هي الطاقة السلبية؟ نقطة الأفكار الخاطئة. غير كده. احتمال أشخاص إن عندهم فكر سلبي يأثر عليك. كويس، ايه هو يعني جاي منين ده؟ اتفضل. هو عكس التطور اللي عم يحصل. كويس. يعني جاي لك منين؟ ما في هدف. يا سلام سلام. ها؟ أه؟ الشيطان. الشيطان. من بين ايديهم. انت عايز تقول ايه؟ انا كنت بقول من الخوف. من الخوف، من الخوف جاي منين؟ ماشي. بين ايديهم. من خلفهم. وعن ايمانهم. وعن لما انت ترسم الصوره دي كلها في شيء بيربطك زي الشرنقه كده، فاكر الشرنقه بتاعت دوت القز بيربطك كده. ها؟ تلاقي انت مكبل كده. وبعدين بعد كده لاحسنك انهم. يعني ايه احسنك انهم؟ يعني احتويهم او ان انا يعني اضعهم في فمي. وبعدين؟ خلاص يقذفهم بقى فين؟ مطعم ما يريد. اه في جهنم والعياذ بالله.
فالطاقة السلبية عشان بس نرجع نقول جماعة بتوع التنمية البشرية ما تقوليش بقى في كيمياء وفيزياء وطبيعة الطاقة السلبية هو الشيطان لأن ده أصبحت مهمته يعني شوف شوف جمال ربنا سبحانه وتعالى لو احنا بنتكلم عن الديمقراطية وعلى الشورى وعلى الليل والرحمة بتاعت ربنا الشيطان بيعصاه وبعدين بيتحدى ربنا بيتحدى ربنا اتفضل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الحساب بقى كان بين الشيطان وربنا وبعزتك لأغوينهم ايوه اقول كده بس هي الكلمة وبعزتك لأغوينهم أجمعين يعني اه كويس فبعزتك يعني مازال يعني بيقول ان ربنا عنده استغفر الله العظيم يعني عزتك لأغوينهم يعني وظفت انا الغواية والتحدي وبعدين قال لهم كده في الحوار وربنا صبر عليه قال له بقى ايه في الآية الى يوم الدين قال لا انك من المنظرين الى يوم يبعثون نفس يوم الدين نعم ربك فشوف ومع ذلك ربنا اصطبر على الشيطان في الحوار اللي بيقول له أنا كافر بآدم وأبناء آدم وأنا بتحداك يا ربنا أسجد له وخلقتني من نار وخلقتني من طين في التحدي فربنا يعني بعلمه بعلمه وسع كفر الشيطان وسمح له مش سمح له بس ما منزلش في القرآن سمح له وأصبحت آيات في القرآن تقول لنا كيف أن ربنا سبحانه وتعالى في الحوار مع مخلوق هو خلقه خلقه مين اللي خلق الشيطان سبحانه وتعالى خلقه من لا شيء يستوعب كفره البواح لله سبحانه وتعالى وزوده بالأدوات وخلاص سوى حتى زوده شفت بقى هم ننظر لمثل هذه الأشياء من يجري أن المجتمع في شياطين معانا في اللي هيجوا يعملوا لك الطاقه السلبيه دي ويثبطوك يا عم انت رايح فين دي خربانه خربانه دي متنيله على عينها صح انت تقول بقى ابعد يا شيطان في اغنيه كده بتقول لك ابعد يا شيطان مش عارف مين بيغنيها دي ما عندكم سيد الليل مراد اخدها جايه منين شكل مصر ده ولا ايه ابدا ابدا حرام يعني لا 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 ما تقول بقى عاوز بالله من الشام من عندكم من سوريا ولا من الشام ها بنعرفها من عندكم مش لا لا مراد لا لا واحد تاني لانه جيب الاسم غلط اسمها فايزه احمد ايوه نعم فايزه احمد اما سوريه او فلسطينيه فايزه احمد تقريبا لبنانيه يا عم كنتوا كلكم حته واحده زمان نعم صحيح ان شاء الله نرجع تاني ان شاء الله فهو اخطر حاجه عشان بس نرجع لكلمه اللي هو الطاقه السلبيه دي الشيطان انا كان ليا بنت في الهند فالراجل في احد اللي هم اللي بيسموهم بيقول ان هم الهندوس اللي بيكتشفوا الحاجات دي كلها قال انت محاطه بالطاقه السلبيه وغوغاء فلما جت كلمته قلت لها مين الطاقه السلبيه هو الشيطان كل دول ما انت ماشي اعوذ بالله مش هنرجع يعني كلمه اللي هو بين ايديكم يعني هو لازق فيا كده ورايا وعن يميني وعن شمالي سايبني ابدا مش سايبني وبعدين بعد كده هو متمكن مني بيمضغني ويرميني ايه في جهنم والعياذ بالله خلاص في حاجات تانيه بالنسبه للتحديات فاوعى ان التحدي ده تسيبه تحدي دون ان تحوله الى شيء ايجابي في حاجه تانيه نحطها لان انتوا رايحين للمجتمع مش انا طاقات كل شيء انت عايز تحطوه حطوه خلاص واضحه كده في نقط ثانيه الاخت عايز تقول حاجه ما انت كل اللي موجودين دول كلهم يعني انت في كفه والباقيين دول كلهم في كفه الكلمه اللي هتقوليها هتقعدوا اللي قالوه كله دول ليكون لك نصيب من الايه من الراي عشان تتبع السيده خديجه وام سلمه مين اللي انقذ المسلمين من العذاب يوم الفتح بدا في صلح الحديبيه سيده ام سلمه قالت له ايه قال لها ايه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك الناس ايوه قالت له لماذا يا رسول الله قال لقد عصوا أو لم ينفذوا أمري فقالت له يا رسول الله اخرج وتحلل واذبح أيوه فإذا رأوك فعل شفت بقى بسم الله ما شاء الله بسم
بالله ما شاء الله. يا ام سلمة، يا ام سلمة دي زوجتك ولا اختك؟ لا زميلتي. طب كويس يا ام سلمة، طلع الكلام اللي عندك يا ام سلمة. ها خلاص، في حاجه ثانيه نحطها؟ انا هرسم لكم رسمه او رسمتين دلوقتي عشان ايه نشيل بقى اللي هو بتاع 3000 سنه. احنا وصلنا 3000 سنه ولا لسه ما وصلناش؟ نقطة البداية عندنا بناء المعرفة والوعي قبل أي شيء، لا نسميه معرفة أو رفع الحاجة المجتمعية. أنا هعمل ده كده، طيب احنا في العمل المجتمعي يا شباب عندنا قضيه سوريه، اللي عايز يصورها يصورها. طب في العمل المجتمعي حصل كارثه في المجتمع، الكارثه دي بتخلي كل واحد فينا يهب يهب عشان يساعد، صح؟ في كارثه، في فيضان، في نزوح، في لجوء، في زلزال، في بركان، في كذا في كذا في كذا. دي شعور فطري حتى عند الحيوانات. لما بنشوف دلوقتي بعض الحيوانات في الافلام بتاعت الكوكب بيعملوا ايه؟ لما بيلاقوا مثلا جاموسه اتغيرت هيفترسها الاسد، بيجي كل قطيع الجاموس عليه، صح؟ فزع، فتجرأ الجاموس على الايه؟ على اسد اللي هو سيد الغاب، بدا يقتله في سيد الغاب، فدي الفزعه الاولانيه. وده شيء فطري ربنا سبحانه وتعالى حطه في قلوب كل مخلوق من خلقه، خلاص؟ بعد كده هو بنستجيب بطريقه يعني عشوائيه او بطريقه فطريه. بعد كده هو بنجد ان احنا حبينا نعمل الخير. فانت فلاح مثلا، ساعه الحصاد بيطلع الاموال عشان يطلع الصدقات والزكوات. وانت برضك مراعي غنم، وانت صانع، وانت كذا وانت كذا، فبتطلع في المواسم أعمال خير، صح؟ وبعدين بنحول كل العمل اللي هو التقليدي ده إلى عمل تقليدي كل سنة بنعمله. فكل سنة بنطلع زكاتنا في رمضان، أو بنطلع صدقاتنا في رمضان، أو بنطلع في أول محرم إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فشوف إحنا ماشيين كده دون تنظيم. من الفزعة، الاستجابة، العمل الموسمي، العمل التقليدي. بعد كده بقى عايزين ننظم ده، فنعمل له جمعية عشان المجتمع دلوقتي ما ينفعش نشتغل فيه بدون جمعيات وبدون كيانات. اللي هي بنسميها ايه؟ المنظمة أو الجمعية أو إلى آخره. نختار مجموعة من الناس معانا، نسجل الفكرة بتاعتنا ونحولها في الوزارة إلى جمعية. الجمعية دي تكون على مستوى الأحياء، على مستوى المدن، على مستوى الشوارع، على مستوى الوطن، على مستوى العالم. جمعية تكون متخصصة في المية، في تربية الحيوانات، في حقوق الإنسان، إلى آخره إلى آخره. شفت احنا ماشيين ازاي؟ من الفزعة الغير مدروسة لبداية العمل التنظيمي اللي هو الايه؟ اللي بيتعمل فيه اللي هي الجمعيات. بعد كده بنمتهن الحرفية، لأن داخل الجمعية دي في هياكل الجمعية بنحاول إننا نعمل مشاريع. المشاريع دي نحاول نعملها بطريقة فيها التزام، فيها قياس، فيها اثر. بعد كده هو الجمعيه دي اللي هي اللي هو دي بيمتلكها الاعضاء. اعضاء الجمعيه في الحاره او في الشارع او في بعض الاحيان بتكون اسره اللي عامله الجمعيه. وبعدين بعد ما تكون حرفيه يعرفها المجتمع في مشاريعها الكثيره بنحاول نملك المجتمع عليها. هنا بنملكها اعضاء
الجمعية هنا بيملكها المجتمع، ولذلك تكون مؤسسة حينما يمتلك المجتمع فكرة الجمعية وثقافة الجمعية وسياسات الجمعية، فيستطيع المجتمع أن يغذي الجمعية دي دائما. واضح يا شباب؟ واضح مش واضح؟ جمع ما بين الفزعة والحرفية والمؤسسة ممكن يكون 30 سنة، ممكن يكون 30 سنة. عايز حاجة ولا؟ بعد كده هو المؤسسة دي بتكون هي اللي احنا بنسميها بعد كده هو، يعني حد يتعدي يجي يعرفني النقطة دي. أنا كتبت ليه كتبت كلمة صناعة هنا؟ يعني إيه صناعة؟ وأنا بتكلم على عمل خيري، وبتكلم على إيه غير عمل خيري؟ محبة أكل وشرب وأطفال إلى آخره إلى آخره. يعني إيه صناعة؟ إيش دخل الصناعة في حاجة زي كده؟ تحويل من حال إلى حال. تحويل من حال إلى حال. حضرتك تقصد المنتج؟ المنتج اللي هو إيه؟ يعني أنا بعد كل هذا البناء تطوير عندي منتج. أيوه ما عندي منتج، صار كل البناء هذا بدون فائدة. كلمة صناعة هنا يا أخوانا معناها إن أنا بنظر وأنا لسه في المرحلة دي إن أنا عايز أخلي العمل الاجتماعي والعمل الخيري والعمل الإنساني والعمل المجتمعي صناعة مجتمعية. الصناعة دي فيها إيه لو بنتكلم فيها؟ فيها المهنيين الحرفيين المتخصصين، فيها المصانع، فيها الأسواق، فيها الباحثين، فيها كل المنتجات بتاعة الصناعة. لو احنا بنتكلم مثلا في الصناعات الزراعية أو اسمها الصناعات الزراعية، حطوا تحتها ايه بقى؟ اديني اي مثلا صناعات زراعيه، اي صناعه من الصناعات الزراعيه؟ تراكتور مثلا. تراكتور اي حاجه. ها بيوت بلاستيكيه. ايه بيوت بلاستيكيه. ها سمال البزار. ايه السماد. السماد. ها حصاد. الحصاد. الطيور. عمال. العمال. شوف الاسواق. ده بس في كلمه السيارات، ده بس في كلمه الزراعيه. كل منتج زراعي دخلناه في آلية من الآليات دي كلها. فكلمة صناعة مجتمعية أنا بتكلم عليها ليه؟ لأن المجتمع يتدخل في مناحي كل سنتي أو كل شبر داخل المجتمع نفسه. كل شيء مجتمع. مجتمع في كل مكون. فإن أردت أن تخدم المجتمع لابد أن تنظر للمجتمع أنك تصنع صناعة مجتمعية تخدم كل مكون من مكونات المجتمع. دي مسؤوليتك انت، فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايتها. لذلك انا حطيت هنا صناعه وحطيت هنا فزعه، يعني ما بين العشوائيه والمؤسسيه. الاحتراف. شفت مش قد ايه؟ مسيره كبيره. مسيره كبيره. دي نمره واحد. طيب نمره اثنين، انا عايز الشباب الكبار مشوا، طيب نجيب الناس العواجيز بقى يتكلموا. دكتور بعد اذن حضرتك ممكن استفسار في هذه النقطة ولا؟ عناية يا سلام. يعني إذا مثلا محتاجين نخلي المجتمع يتبنى ويكون هو القائم بالصناعة لجمعية من الجمعيات أو مؤسسة من المؤسسات. تعال هنا عشان توجه سؤال للجمهور، يا جمهور ردوا عليه. وأنا أقعد شوية كده عشان رجلي أشد عليه. على سبيل المثال مثلا. قول السؤال من الأول. يعني مثلا مؤسسة همة مثلا. عندي هدف ان انا اريد ان المجتمع هو اللي يقوم برعايه كل الخطوات اللي حضرتك قلتها. طيب بالنسبه همه تقوم على الشباب ورعايتهم كذا وكذا وكذا وكذا، كيف ان انا اصل لهذا؟ ايوه ده انا كنت هتكلم فيه، بس انت ايه لان انت فكرك سبق فكري. لا 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 اصبحت افكر وانا تابع للمفكرين. بسم الله. اللي انا كنت هكتبه هنا قريب من اللي اخوانا اتكلم فيه، اللي هي من الفكره للحضاره. من الفكره للحضاره. واخد بالك؟ انت اسمك ايه؟ عمر. عمر. الاخت اسمها ايه؟ ام سلمه؟ خنساء. خنساء؟ اسمك خنساء؟ طب الاخت خنساء. الاخت الخنساء جات لها فكره تملكتها، يعني الفكرة تملكت الخنساء. ما بتناميش انت بابا وماما ماشية كده مش بتبص مش عارفة تنام، مش عارفة يعني ايه، لان في شيء هي بتفكر فيه 24 ساعة.
فكلمت عمر ومحمد وفاطمة إلى آخره علشان يؤمنوا بالفكرة بتاعتها. نفس الكلام اللي انتوا قلتوه، الأول أنا وبعدين أسرتي وبعدين أهلي وبعدين كذا وكذا وكذا. فالخنساء كونت فريق عمل صغير. أو طب نعمل إيه في الفكرة دي؟ نعمل فيها إيه؟ تعالوا نجربها على مستوى صغير. اوعى تبدا مشروعك على مستوى كبير، ما عندكش خبره، ما عندكش امكانيات، ما عندكش ايه اللي هو الاشخاص اللي هم هيعملوا بنفس الفكره بتاعتك. فالخنساء والخمسه او سته من الشباب اللي معاها عملوا ايه بعد ما اقتنعوا وامنوا بفكرتها؟ عملوا ايه هنا؟ قالوا طب نعمل ايه مشروع على مستوى ايه؟ على مستوى الحاضر. نعمل ايه؟ نعمل مشروع. عمل المشروع. المشروع ده اديله 6 أشهر أو سنة فنجح. بس كانت خنساء ومعها بيركزوا على ايه؟ على الفكرة. الأصل انك عينك لا تغيب عن الفكرة نفسها. عينك لا تغيب عن الفكرة. بعد ما استمروا شوية لمدة سنة أو أكتر، أو طب ننظم المشروع. هنعمل ننظم المشروع ازاي؟ نعمل له جمعية. معايا اخ اللي سالت السؤال؟ نعم. يبقى هم حولوا المشروع لايه؟ لجمعيه. بعد ما خدوا التجربه المجتمعيه واصبح المجتمع يلمس مؤسستك اللي اتكلمت عنها دي، لو لم يلمس المجتمع اثار تاثيرها الايجابي في المجتمع مش هيلتف حولها. فالجمعيه دي كان هدفها انها تخدم ايه؟ مش تخدم الخنساء. خنساء جزاها الله خير ادتنا الفكره بتاعتها، شكرا من اول السطر. حتى لو في مرحله من المراحل قلنا الخنساء خلاص دورها انتهى تمشي، ما هيش ابديه، ما هيش ابديه ازليه، لا خلاص. الموضوع فكره وليس شيء. الموضوع فكره وهتقدر هي على من سن سنه حسنه فلو اشجعه واجمع عليه ايام الدين، ومن سن في العكس سنه سيئه كذا الى اخره. فالخنساء هتقدر حتى لو لم تكن في الجمعيه، طالما استمرت الجمعيه بفكره مين؟ الخنساء. بس الاصل ايه؟ التحدي هنا ان احنا نكون مركزين على ايه؟ الفكره. على الفكره مش على الخنساء. الفكره دي انا اتكلمت قبل كده في الجمعيه في المثلث الثاني، بيمتلكها مجموعه من الناس اللي هم اعضاء على مستوى الحي او مستوى المدينه او مستوى كذا كذا كذا. ان ارادوا انهم يحولوها لمؤسسه ويبنوها ككيانات وكهياكل وكسياسات الى اخره، فيملكوها لمين بقى؟ زي ما انت بتتكلم كده، للمجتمع. فتتحول لمؤسسه. مشكلتنا احنا يا اخي الفاضل ايه؟ ان احنا ما عندناش القدره على اعطاء فكرتنا او جمعيتنا للمجتمع، ودائما ما نكون حريصين على تملكها حتى نخنقها. لانها الفكره بتاعت مين؟ بتاعت الجمعيه، بتاعت الجماعه، بتاعت الحزب، بتاعت الفصيل، بتاعت القبيله، بتاعت العيله. فعمرها ما بتصل للمؤسسيه. اغلب المؤسسات الغربيه الكبيره تحولت لمؤسسات يملكها المجتمع. فبدل ما يكون انت عضويتك في جمعيتك 1000 عضو مشترك، يكون المجتمع هو اللي بيعطيك ابنائه اللي هم بالملايين. الوقف التركي بغض النظر، انا مش بتكلم عن مشروع دلوقتي. فبالتالي نرجع لايه؟ انك فتحت الباب على مصراعيه لفكره الخنساء اللي كانت في جمعيه واصبحت بعد كده هو المجتمع يدخل فيها. فقد يكون احسن من يدير هذه الفكره كمؤسسه واحد مش من جماعتك، واحد مش من عقيدتك، لان انت بتتكلم على ايه؟ على مجتمع. شوف هنا بتبقى صعبة ازاي؟ ما انا بقول لك صعبة. لذلك انا ليه المؤسسات الاوروبية والامريكية ليها قوة طاغية؟ لانهم ما بيعتمدوش على فصيل واحد، في بعض المؤسسات بتعتمد على فصيل واحد. لكنها ليست بقوة المؤسسات اللي تعتمد على المجتمع وتملك كل فكرها المجتمع. خد بالك؟ يعني اغلب الجامعات العريقة في العالم اللي ما بتدخلش فيها الحكومات مؤسسات. مؤسسات ولا لا؟ المؤسسات دي بتاخد من المجتمع اعظم واحسن من هو فيه. ما بالك سواء من الطلبه او من الاساتذه او من المحاضرين الى اخره الى اخره.
احنا مشكلتنا بقى ايه؟ ان احنا بنيجي عند دور الجمعيه واعضاء الجمعيه وبنقف، حتى ولو كان عندنا اللي هو امكانيات المؤسسه اللي هي الامكانيات الماديه. واغلب مش هقول كل اغلب المؤسسات العربيه والمؤسسات العربيه وتاني يا ربي والاسلاميه واقفه في الحته بتاعت الجمعيه ومتلكلكه في الحرفيه، لكن القليل او النادر، عشان بس ما زعلش حد بيسمعني، النادر يكون وصل لفكر المؤسسه الذي يستطيع ان هو يتنازل عن كرسي العرش ويعطيه لك انت او اعطيها ايه لاخت ثانيه. هذا بتاعنا، لا ده الحاج فلان، لا ما حدش يكلمها، ولا انا غلطان؟ سيبك من المجتمع السوري دلوقتي اللي هو لسه بوليد العهد بالعمل المؤسسي المدني، اللي هو انه كان بيعمل عمل مدني على مستوى فردي قبل كده. لا نحرم المجتمع السوري ان كان في جمعيات في فتره ما، وكان في كل الافراد على مستوى الحاره على مستوى الشارع كان بيقوم بالحاجات دي كلها، لكن ما بس مش مع عمل مؤسسي او عمل ايه جمعوي يعني، واخد بالك؟ خش في المنطقه العربيه وشوف في بعض الناس اللي قاعدين في الجمعيه بقالهم 20 و30 سنه، وبعدين طب الشباب دي مين اللي هيعلمه؟ الشباب ده امتى؟ ها؟ امتى الشباب ده هيكون هو صاحب القياده؟ امتى الشباب ده هتسلمه انت الرايه؟ القياده؟ امتى الشباب ده هتعلمه يفكر؟ لا انهم ايه؟ بدر بيقولوا عليه ايه؟ انهم اهل بدر. خلاص يعني. بعد اهل بدر راح ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستشير وياخد رايهم من الصحابه سواء كانوا انصار او مهاجرين وينزل على رايهم، انت مين بقى؟ ومشكلتنا احنا في العمل المجتمع المنظم ان احنا ما بنستغنيش عن قيادتنا ورئاستنا للجمعيه الى الابد. ما بنتحولش من الجمعيه اللي بيمتلكها افراد الى المؤسسه اللي بيمتلكها المجتمع. لما بنوصل للمؤسسيه دي بقى ليه؟ لان المؤسسه هي جمعيه مكتمله الاركان، السياسات، العلاقات، الاموال، الهياكل، القدرات، الخبرات الى اخره. واخد بالك؟ بتاخد الفكره بقى اللي هي المؤسسه دي، بتاخد الفكره دي وتحولها الى ايه؟ ايه بقى هتحولها لايه؟ اكتب هنا ايه؟ هنسى اكتب هنا ايه في الفكره بتاعتك دي؟ تحول الفكره دي لايه؟ صناعه. صناعه، ها كمل. هي قريبه من كلمه فكره. نتيجه. نتيجه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعلى الاخلاق. اقول له قريبه من كلمه فكره، يقول لي ايه؟ نتيجه. تمام. النتيجه دي فيها فهم وكلام وريه. اقول لك ده انا بغششك. اهلا خنساء. معتقدات ومبادئ. يا دي الحمد. فكر. ولا قريبة فكرة يبقى فكر. واخد بالك؟ وأغلب الفكر اللي بيجي لنا وراه مؤسسات. قد يكون في بعض المصلحين بيدعوا أفكار لن تؤثر فينا على مستوى الأجيال إن لم يكن وراءها مؤسسات. وأفراد. والفارق ما بين اثنين من الأئمة الكبار، سيدنا أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه، في حاجة هنا دخان طالع من ورا ليش؟ اه طب مش حديقه يعني، واخد بالك؟ نعم. والليث بن سعد رحمه الله عليه. سيدنا الامام ابو حنيفه عمل مدرسه من تلامذه، صح ولا غلط؟ نعم. تلامذته هم اللي احيوا الفقه واصبح الفقه بتاعه والطريقه بتاعته، فاصبح اسمه الامام ايه؟ الاعظم او المعظم. صح ولا غلط؟ نعم. الامام الليث بن سعد ده كان استاذ مين؟ كان استاذ الامام. ايوه. كان استاذ ابو حنيفه. لا في مصر هو كان الشافعي. الشافعي كان استاذ الامام الشافعي. ولكن اندفع علمه. لماذا؟ ما في تلاميذ يوافقون. ايوه. كان مشكله الامام الليث بن سعد رحمه الله عليه يعني ان هو كان غني وموسر، كلما ياتي له التلامذه يغدق عليهم بالمال والاكل، مجموعه من الافاقين يجوا يقولوا الله، هم مش جايين عشان العلم، هم جايين عشان ايه؟ المرمى.
والعطايا اللي بدها له من لسه بنساعد المطلق. فمات وهو اعلم من الامام الشافعي، لكن لم يذكره احد الا العلماء اللي يعرفوه، بالرغم ان هو ايه امام مصر اللي تعتبر اكبر دوله عربيه. دلوقتي بدا يكتشفوا علمه مره اخرى، وقصه اكتشاف المقام بتاعه ان كان مره من المرات اسمه كده منشد اسمه محمد الكحلاوي اللي هو بيقول لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي، ده هو ماشي كده في بالليل في المنطقه بتاعت الامام الشافعي، لقى شباب قاعدين بيلعبوا كوتشينه ده الورق ده على قبر من القبور. قال لهم يا شباب مش حرام وبتاع ده وكذا، هو بيبص كده لقى كلمه مين؟ اللي فاخذ الكلمه دي واصبحت دي قضيه حياته، الى ان اقنع الازهر او الاوقاف عشان يعملوا له مقام ويبتدوا يعيدوا فقه الامام ليس بن سعد. يبقى ان هو لما نرجع مره اخرى بدون مؤسسه هياثر الفكر بتاعك على مستوى محلي. المؤسسه هنا ممكن تكون الطلبه او تكون المؤسسات الحديثه اللي هي الجامعات ومراكز الابحاث الى اخره الى اخره. الفكر ده بقى مين اللي هيتملكه في الاخر يا شباب؟ اللي هيتملكه المجتمع. بالك المجتمع هيؤمن بيه. الاسلام كفكره صح، والمسيحيه كفكره صح، تملكتها المجتمع وما زالت عايشه بعد الاف السنين صح. الشيوعيه كفكره هل امن بها المجتمع ولا فرضت على المجتمع؟ في خلال 70 80 سنه اندثرت. وغيرها من الافكار اللي المجتمع اللي نزلت على المجتمع سواء كان بمؤسسات او بافراد. يبقى هنا المجتمع لما هيتملك الفكره دي هيحولها الى ايه؟ الى ثقافه. هتلاقي الفكره بتاعت الثقافه الاسلاميه في الاكل، في الشرب، في اللباس، ها؟ حتى في الاناشيد، حتى في الغنى، حتى في الرسومات، حتى موجوده. لانها خارجه من ايمانك شخصيا انت بالفكره دي كلها. الثقافه دي المجتمع طالما متملك الفكره هيحولها الى ايه؟ ايه بعد الثقافه بنعمل ايه؟ نهضه تتصل بالثقافه دي وحضاره. شوفوا بقى انت يا اخت خنساء، في يوم ما، في ليله ما، في بلد ما، في مكان ما، ما نمتش صح ولا لا؟ بتقول يا انا هفكر لها دي ولا ايه؟ فتحولت الفكره بتاعتها من مجرد فكره الى نهضه وحضاره وثقافه بعد 100 سنه. اوعى تفتكر انك هتنقذ امه خلال سنه او اثنين او ثلاثه او خمسه. هي مسيره. مسيره ومسيره رعايه. الجيل الاول برعاها كبذره تصبح شجره. قد يصل حجم الشجره ده الى غابه. الجيل الثاني بيعملها موائل وغابات. الجيل الثالث بيزرعها في كل مكان في العالم. ويؤسس لها بناء على حاجة المجتمعات لها، وبناء على استيعاب المجتمعات لها، وبناء على شكل المجتمعات. يعني في الماضي كنا بنعتمد على الشخص، دلوقتي ما بنعتمدش على الشخص، لأنه بنعتمد على إيه؟ على مؤسسة. ها؟ ففكرتك يا أخت الخنساء هقابلك أنا سنة 2000، أنا سنة كام دلوقتي؟ 2100 والله؟ 3000 لا 3000 لسه شوية، لا هي لسه صغيرة. قبلك 2119 هنا في غزل عتاب، وانت بتقول لنا كده اللي انت عملتيه في ال 100 سنه اللي فاتت دول، ونقعد بقى هتعتذرنا انت على القهوه وانت على ايه؟ ساعتها من شبه فيها قهوه مش فيش حاجه هتعتذر معانا؟ اي حاجه اي حاجه، ما لا قول لي حاجه اي حاجه بس. فده شاي وانت ايه؟ هو قهوه انا شاي. طيب وانت ايه؟ كنافه. كنافه وانت ايه؟ الغدا عندك وانت ايه؟ ما بقاش ايه؟ المنام ان شاء الله. المنام ها؟ وانت ايه تاني؟ انت هتقعد ببلاش انت ما اتكلمتش انت غلط. ابو الحلو. ها؟ ابو الحلو. ابو الحلو خلاص. فبعد 100 سنة هنقابل خنزاء علشان نشوف فكرتها، لو المجتمع تملكها وبناها هيحولها لكل هذه المسيرة. أنا كده خلصت الكلام وعايز كنتوا بقى تطلعوا تتكلموا، ناقصنا قد إيه عشان نخلص؟ يعني ربع ساعة إن شاء الله. خلاص لو في أحد من الشباب يتكلم أو أحد من الشباب عايز يسأل سؤال إلى آخره، لأن هو المغرب الساعة كام؟ يعني باقي ربع ساعة. طب مش مشكلة. أنا قاعد ماليش حاجة.
دارت الساعة 11 بالليل وما وريش أي شيء. يلا من عايز يتكلم يقول اقتراح جديد تفضل تعال تقول حاجة تعال تفضل. شفتك أنا بتهم همك كده. هي التعريف على الفكرة بوضح هذا أمر كان يقول الفكرة تنجح في إلى أركان. أيوه كويس. الأول إنما تنجح الفكرة إذا قوي الإيمان بها. كويس. وتوفر الإخلاص في سبيلها. أيوه. وازدادت الحماس كلها وبني أيوة. الاستعداد على التضحية بأجلها. جزاكم الله خير. ده هو ازاي نحافظ على الفكره والدنيا. في حد ثاني عايز يقول كلمه؟ يا شباب تعالى يا اسمك ايه؟ حمزه. ما فيش ما ينفعش ما فيش. تعالى انت يا شباب انت. يلا يا شباب مين ثاني عايز يتكلم؟ مين ثاني عايز يتكلم؟ اتفضل. تعالى قول لهم احنا كنا بنتكلم ايه في الصباح؟ انت شفت معنا في الصباح؟ شفتك في الصباح لا جيت بالاخير. طيب تعال انت اسمك ايه؟ تعال انت خلصنا انت اول اللي وراك اي حد فيكم تعال يا شباب انت حلمك تعمل ايه علشان اهلك وعشان بلدك وعشان يعني نفسك كل الناس اللي انت عايز تقوله قوله تعالى جنب عايز تعمل ايه؟ عايز تبقى لاعب كوره؟ عايز تبقى مدرس؟ وعايز امسك البتاع ده ارفعه جنب بقك عشان الناس تسمعك بره ارفعه قول مدير شركة. كويس ممتاز. يعني لازم تخلص الدراسة فين؟ تدرس ايه؟ إدارة أعمال. إدارة أعمال. كويس. وبعدين مدير شركة، شركة ايه؟ تعرف اسم الشركة ولا بس ده؟ كمبيوترات. كمبيوترات، كويس. أهم شيء عندك حلم كبير أهو. عندك حلم. أنت عايز تتعلم صناعة الكرة، هل هتدير شركة كمبيوترات ولا هتصنع كمبيوترات؟ لا هدير. هتدير البرامج يعني، صح؟ أو بيع كمبيوترات بس؟ يعني ببيع كم وتشتري تبيع وتشتري ان شاء الله وتعلم كمل لما انت عارف حاجات حلوه ارفع البتاع وحط في بقك يلا قول كويس عنده حلم جميل عايز يبقى عنده شركه للكمبيوتر ويبقى فيها برامج وصيانه شفت ما انت كويس يا ابني ما انا قاعد بعيد دي كده ما بتتكلمش عشان تحمسنا قابلك بعد كام سنة عشان تديني كمبيوتر ببلاش؟ ها؟ إن شاء الله هيك 50 سنة ولا 20 سنة ولا 10 سنين؟ 10 سنين 10 سنين كذا خلاص بقى وعد الوعد أهو تقابل هنا في نفس المكان ولا نروح على إيه؟ على برا على القهوة، القهوة هنا اسمها إيه اللي عندكم دي؟ يعني أي شركة اسمها شركة أول؟ عندك العلبي وعندك القديم الإيه؟ شركتين عندك العلبي والقديم العلبي قبلك على العلبي والقديم على الغدا عند العلبي وعلى العشاء عند القديم خلاص؟ ايه تاني يا شباب؟ اتفضل احنا بناخدك دلوقتي بس سؤال وانت صاحب السفارة احنا لو الشباب يضيفوا شاي موجود ان شاء الله سؤال صغير قول للشباب اللي بيسمعوك دلوقتي في التلفزيون لو عايزين يشربوا معانا شاي وقهوة اتفضل سؤال صغير احنا شباب خسرنا يعني بعض المقومات من اثر الحرب وهيك شيء فايش دورنا مع انه ما عندنا مقومات نستعد فيها ايش دورنا شو الدور اللي لازم نعمله ضمن هالمجتمع اللي عايشين فيه واللي لازم يعني نحسن نفيد فيه المجتمع طيب شكراكم الله خير دي محاضره ثانيه بسم الله ما شاء الله قاعدين العشاء احنا هنا خد راحتك طيب اللي عايز يجيب كوبايه شاي ولا حاجه ده انا مش عايز مش حاجه دلوقتي خد بعدين انت خارج من المنطقه دي والناس محبطه وفي دمار وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا خلاص لازم تحدد لنفسك مشروع فكره تقوم بيها مهما كانت الظروف وما تكبرش حجم الفكره دي والمشروع بحيث انها تكون هي احد الاسباب في فشل تنفيذها يعني تبدا الهويده لما الرسول صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة مين اللي آمن بيه؟ طفل وامرأة ورجل.
13 سنة عدد الصحابة أو المؤمنين برسالة رمضان في مكة كانوا كام؟ أقل من 100 واحد أو 200 واحد كتير أوي. بعد كان 13 سنة دعوة وهو المصطفى الرسول المؤيد الموحى إليه إلى آخره إلى آخره. لكن كان بيتكلم على نقطة واحدة فقط اللي هي التوحيد، صح ولا غلط؟ اللي هي الترغيب والترهيب، جنة ونار. في المرحلة ال 13 سنة دول صلى الله عليه وسلم هو في وسط المجتمع اللي كان فيه، كان عارف المجتمع ده فيه آلهة من البشر، صح؟ من العائلات وكذا وكذا وكذا. فما اتكلمش في أنظمة اقتصادية كبيرة عشان يبتدي إيه؟ لأن عارف الحرب هتكون دروس، لأن هما لما رفضوا فكرة الإله هما رفضوا فكرة التشريع من سلطة أخرى غير سلطتهم. لأنهم كانوا يعتبروا نفسهم أنهم هم الآلهة أو بيقوموا بدور الآلهة أو بيجيبوا حبة أصنام من البطاطس والعجوة والحاجات دي كلها وإيه ومشي الأمور ده معنا. هو ركز فقط على كلمة التوحيد والترغيب والترهيب، جنة ونار، لأن ما كانش عنده أرض صلبة يقف عليها. لما حصل فيه خطورة على أتباعه أمرهم بإيه؟ بالهجرة، صح؟ اللي راح الحبشة واللي راح هنا واللي راح هنا إلى آخره. لما هو هاجر للمدينة اكتسب المركز الاجتماعي والأرض اللي يقف ما عليها، ومن خلالها يبتدي بقى يحقق أركان الفكرة اللي كان أخونا الشاب اللي جه قال لنا ده من اللي عرف الفكرة بتاعه، اللي قال لك الفكرة هي كذا وكذا 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 وكذا، حققها في المجتمع بالعدل بالإنصاف بالإخاء بالبناء الاقتصادي بالبناء الجيش إلى آخره إلى آخره. إمتى؟ بعد ما انتقل من مكة إلى المدينة. حتى في مكة لم يرفع راية الجهاد، صح؟ فهذه الفترة كان يحافظ على مين؟ على أزرق. حتى في صلح الحديبية بالرغم أنه أصبح دولة صلى الله عليه وسلم وأصبح المسلمين لهم شبه مؤسسة وليدة النشأة، إلا أنه علشان يحقق السلام اللي هو كان ليه رؤية تختلف عن رؤية الصحابة في الوقت ده، لكي يحقق السلام ارتضى بأمور رآها بعض الصحابة أنها يعطي في 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 إيه؟ الدنيا في دينه، صح؟ صلح الحديبية. مع ذلك الصحابة لم يكنوا مدركين أن هذا فتح. في السنتين دول بعد ما كان اللي رايحين في صلح الحديبية في العمرة بالرقم 1400 و 1300 اللي جم في فتح مكة بعدها بسنتين كانوا كام؟ الجيش لوحده. الجيش لوحده. وبعدين الحج حجة الوداع كانوا كام؟ أكثر من 100. ليه؟ لأنه أعطى نفسه فرصة سنتين لكي يخاطب عقول من هم في أبناء القبائل في الجزيرة العربية وخارج الجزيرة العربية. فالتفوا الناس حول كيان، شفت بقى نرجع حتى حول كيان الناس زمان لما كان فيه الحرب ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والخلاف، بيجي هو يكلمهم في موسم الحج يقولوا عليه الصابئ والعياذ بالله، صح؟ فان القبائل العربيه لما تيجي وتحج وتمشي كده هو شخص مش عارفين هيروح منها فين. لكن لما انتقل للمدينه وبنى الكيان ده اللي كان حتى في بدايته واصبح يعني شبه دوله، اصبح الناس تاتيه من كل حد بالمصور. فخلت كم سنه مع من؟ مع خاتم الانبياء وسيد الانبياء وسيد البشر، خلت منه مش اقل من 22 سنه. فبالتالي اللي انت بتتكلم عليه ده هو نفس التدرج. حصل ايه في الصحابه في العصر المكي؟ اللي اتقتل واللي اتشرد واللي اتعذب واللي اغتصب واللي واللي، صح ولا غلط؟ واخد بالك؟ بس كنا مرت السيده اسمها ايه؟ امنا سميه لما قتلوها وعمارها ياسر سيدنا ياسر رضي الله عنه كذلك، وسيدنا عدى عمار لما نطق بكلمة الكفر وقال له ما قبل ايه قلبك، قال له هو كما قال له انا عاد وعد مش قادر، يعني ما قالش بقى لا انت ازاي انت ضعيف وانت ما تنفعش وانت مش متربي وانت مش كذا، ها واداله قلمين كده ولا اطلع بره، قال
لا ضعيف، وكلنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم في القوة، وكلنا زي الرسول صلى الله عليه وسلم في الإيمان، لا، وكلنا زي عمر ولا زي أبو بكر، ضعيف، مش قادر، مش قادر أتحمل العذاب، أمي اتقتلت، أبويا اتقتل، وأنا معذب. يختلف عن سيدنا بلال رضي الله عنه اللي خلاص واقف صخرة، علشان صنديد قريش اللي هو كان يعني كان هو عبد عنه عشان يخلص منه ويشتري الكبرياء وباعه، وكان نتن طبعا لانه كان المفروض يبيعه بخمسة درهم ولا خمسة دينار، لما لقى سيدنا ابو بكر قال اطلب اللي انت عايزه هم ضعف السعر، بس بكام سيدنا بلال فاكر؟ كم دينار؟ كان ثمنه كان عايز شيء 100 ولا 50؟ سيدنا بلال بعوز ده يعني عشان سيدنا ابو بكر يفك عيشه. نعم كمية بن خلف لما طلب فيه بيعه بدينار فلرت، لما سيدنا ابو بكر زاد الى 100. شفت بقى؟ يعني كان عايز يخلص منه بس عشان ايه؟ يحافظ على ماء وجهه. خلاص تخلصت من هذا العبد القمين. فلما لقى ان فيها فلوس بقول لك يعني سيد نتن. قال لك لا اخذ في 100 دينار بقى ولا 200 دينار الى اخره. فكل المسيره دي كلها موجوده قدامنا. بس احنا المفروض لما نيجي نحولها لمجتمعنا الان نشوف حيثيات المجتمع اللي كانت موجوده هي فيها وحيثيات مجتمعنا احنا. متغيرات المجتمع اللي كانت فيها متغيرات المجتمع اللي احنا فيه. وانا احط نفسي كالمركز لهذه الفكره، زي ما احنا قلنا فكره الخنساء بعد 100 سنه بعد ايه؟ بعد الحضاره دي كلها. فلو انا تنازلت عن ايماني فكرتي هتضيع. هتضيع. ولو انا حسيت ان انا الوحيد اللي هتملك الفكره هتضيع. لابد ان يلتف حول فكرتي من يكون بها من مجتمعي ومن المجتمعات الاخرى. وانتشر الاسلام كالريح بعد صلح الحديبيه. صح؟ عندك انت اضافه؟ جزاكم الله خير. عندك اضافه؟ بارك الله فيك. حتى انا عندي كلمه زياده او كذا او تفضل. عايز حد يتكلم؟ انت رحت فين وجيت منين؟ انا رحت هناك وجيت من هناك. انت برضك مصري؟ لا سوري. شكلك مصري عشان اصلع كده. وسرعه المصريين معروفه بتبقى ماشيه من ورا كده. يعني الناس بتشوفني من قفايا تقول ده فلان الفلاني. زي البصمه كده مش كده؟ هي. يعني بس احط راسي كده على الحيطه يبقى البصمه عدت من هنا. مش كان في اغنيه بيقول لك فاتت جنبنا؟ راسي فاتت جنبه. يلا لو انت مفيش اي اسئله او اي اضافه فبالنهايه انت بقى صاحب الامر بعد فضل الله سبحانه وتعالى ان انت تقول لهم ده وغيره علشان نبتدي نشوف نعمل عمل ايجابي للمجتمع بتاعنا. المحددات دي كلها والثوابت والمتغيرات. اتفضل. انا خلصت كده. انت عشان في شاي وقهوه؟ نعم. اتفضل عشان تيجي هنا المذيعه منتظراك يعني. هلا هنا في مذيعه واقفه يعني. جزا الله الدكتور هاني على هذه المحاضرة الحقيقة في أقل يعني من ساعتين، لكن كانت غنية مفيدة نافعة، لكن تحتاج منا أن ننطلق من النظر إلى العمل. والحقيقة أنا كنت يعني أود أن يكون هناك يعني أفكار عملية بما يجعل الشباب عمليين أكثر من الآن. يعني نرى الآن الحقيقة في بعد دكتور بعد 7 سنوات نرى النظر كثير، نرى الكلام كثير، ونرى الكثير من الشباب يدركون أو يعرفون بعض الأمور العملية التي يجب أن تكون، لكن عندما نأتي إلى العمل تراهم يعني مع الأسف متكاسلين متهاونين. يعني رسالة بهذا الخصوص أخيرة وإن شاء الله نختم بعدها بعد إذنك. تفضل. أنا بس هكتب لكم بعد كده هو لو أنتم عايزين تروحوا على اليوتيوب على الانستغرام مش الانستغرام حاجات هكتب، بس أنت اختم بالدعاء وأنا هكتب الحاجات دي. طيب نختم. تفضل. بارك الله فيك.
طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا.